كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية لألمانيا لتصل إلى 848.2 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 31.3%. وقد أظهرت البيانات أن قيمة الواردات المصرية من ألمانيا بلغت 4 مليارات دولار خلال عام 2021، وذلك مقابل 3 مليارات و900 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1%.